السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديت يا جماعة الشقة قبل الشغل إن شاء الله، انتظرونا إن شاء الله بعد الفينش هنعمل فيها شغل حلو جدا وهنعمل فيها تعديلات إن شاء الله تعجبكم. بس طبعا خليكم فاكرين شكل الشقة وللذكرى لينا وللعميل قبل الشغل إن شاء الله. فإحنا بنحاول نوثق كل لحظة من الحاجات اللي احنا بنعملها علشان خاطر بتبقى ذكرى كويسه برضه للعميل فيما بعد. تمام، ديت هنا ريسبشن كبير، كل البنوات اللي في الوسط ديت هنغيرها. هنا برضه هنعمل فيها شغل تاني وان شاء الله هيكون برضه في تعديل. هنا نبص كده لجزء من المطبخ والحمام وغرفة الأطفال. ده طبعا المطبخ شكله محزن جدا. ان شاء الله خليكم فاكرين الشكل ده كويس جدا، نشوف نعمل فيه حاجة عظمة ان شاء الله. ده الحمام برضه ان شاء الله هنعمل فيه حاجة كويسة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.